الكل خاصك ديريه في الكارة. جينا نكمل السخونه في الكاريفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما نبدأ بالصلاة والسلام. مرحبا بكم البنات، مرحبا بالناس القدامين ومرحبا بالناس الجدادين. كنشكركم بزاف على التعليق ديالكم الزوينة، كنشكركم بزاف بزاف. وهذه الدار داركم، القناة قناتكم إن شاء الله. إلا كنت أول مرة كتشاهد القناة ديالي ما تنساش اللايك والاشتراك والبارطاج باش دائما يوصلك الجديد ديالي إن شاء الله. اللي ما مشينا نتقداو ونجيبو التقضية ديال الشهر أنا وبنتي، هنا أول حاجة مشينا لليدل، هذا هما القريعات ديال الروح ديال العصائر اللي كيدير في العصائر الروح ديال الفروتة، سميتهم الإسبانية الأروماس. وهذا راه العود ديال فاينيا، راه بيو طبيعي، وهذا راه سميتو النافع مدقوق. هنايا كاين هنا العطريه اللي ما كيبغيش يمشي مثلا عند الجزاره، راه كاينه هنا العطريه بحال ديال المغرب صراحه. هنا كاين راس الحانوت، كاين كلشي هنا، راه كاينه في الليدل العطريه مدقوقه بحال دابا. هذا راه ديال العطريه ديال الطاجين، وكنت لقيت سكين جبير لقيت راس الحانوت. وهذا راه القزبور مدقوق غبره، راه كاين هنايا فواحد القنيطه في الليدل خاصين بحال هذا، تا هو راه راس الحانوت خاصين بالمواد المنتوجات يعني الشرقيه، يعني اللي حنا كنستعملوا العطريه بزاف، لانهم هذه العطريه اللي كيستعمل بزاف صراحه العطريه، لانهم العطريه ديالهم كتجي في القريعات، واللي كيبغي كيستعمل بزاف لانهم كيبان لي انا الطياب ديالهم ما كيستعملوش بزاف ديال العطريه بحال اللي كنستعملوا حنايا يعني المغاربه والمشارقه عامه. داكشي باش كيجيبوها في ديك الخنيشات بوحديتهم. شنو غدي؟ شحال هذاك؟ ها؟ شنو غدي؟ ديرهم ديك التوسات صغارين. كاينينش تقدا ولا رام رام دي اللي كياكلو؟ ها هادي هادي ديك الطوسات راهم شتيهم كيعجبوهم. ندير لهم شي ربعة. ديال بالحم الحار ها؟ الحار شنو اخر؟ الزيت. انا كيعجبني السردين بالحار كيجي زوين. سي المهم هنا صورت 5 كيلو ديال البطاطا كدير 5 اورو و65، وفي كاريفور كان 10 كيلو كدير ب 7 الاورو. كاين فرق كبير في الثمن وفي الكيلوات، ولكن ربما يكون الجوده ماشي بحال بحال، وحتى من المنطقه اللي كيشريو منها الليدل ماشي هي اللي كيتقدموا منها كاريفور، لان البطاطا فيها انواع والتربه وكيف ما قلت لكم الجوده. والمهم كل واحد كيدي على قد جهده، كاين اللي كيشريها وكاين اللي كيشري من هنا وكاين اللي كيشري من هنا، المهم كل واحد وكيختار من اللي كيشري وصافي. صافي هنايا كنا تقدينا، وراه بدا كيبرد الحال صراحه، لان الجو هنايا مره سخون مره بارد. درت الطربوش ديالي لان كيجيني البرد، انا ما كنصبرش البرد صراحه. كل خاصك ديريه في الكاره، هذا الزيت وهذا الشيء ديال الميطا السردين وهذا الشيء خاص يدار، والملحه ثقيله خاص يدار في هذا حيت غيطلع في الاسانسور، خاص يدار في الكاره. على هذا الشيء جامد خاص في الكاره. بيرو سي لوغو ما تهضر على الزاكو باطا سيتو؟ لا بالعكس، قلت لك يمشي في الكاره. هذا الشيء ثقيل في الكاره، هذا الشيء خفيف حاجه بحال No hemos traído. Tenemos que coger eso. Tenemos
سخرنا بزاف ديال الحاجات وبقات لينا. كتعرفي ما وصلنا هذا الشيء خلينا سخر. الا قلت لكم ما غاديش تيقوا 500 اورو سخرنا غير في رمضان ما بقاتش شايطه. كاين الحمد لله ماشي ما كايناش بالحق بقى لينا شي حاجات اللي بقات شايطه. يعني هذا هذا الشهر هذا ما غاديش نجيبو بزاف، يعني غنجيبو حد قدو لان في رمضان راكم عارفين نادم كيكون صايم ما كيخرجش ما كنخرجوش. لهذا داكشي باش ملي كيقرب رمضان كيعمروا الاسواق المحلات الناس كتسخر بزاف، ماشي غير قضيه الله فبنادم ملوم على 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 السخره. في الحق بنادم كيسخر تما كيفطر كيصوم ما كيقدرش يخرج، عليها كيسخروا الناس بزاف وكيحطوه في الدار باش ما كيخرجوش. تلقى ولا دبان ها ولا دبان غادي نمشي باقي ليا السخره ديال كاريفور غادي نمشي نجيب نو اش دخل انا بلاصه ما كنساوش استدينا عندي شي بغادي واحد اجاورا دخلوا نو برش تغردلو ندير القطاطا ديالي الشكلاط حلي باش تولي ضروري جيبو داك حلي باش تولي ديما كنجيبو الشكلاط حنا الشكل دائما باش بوكاديو كنديرو قبل نمشي ضروري نديوه معانا. خلي الماء تما اه الماء الماء درتو هنايا لا خليه باش نشرو هذا غادي نخليه هو الخضره غادي ندير ليها السكر سميتو. جبنا الحليب بزاف لان كيفطروا به الدراري بزاف. الحليب كان تقاصطه بزاف مالنا نشرو الحليب بزاف جميع الناس ماشي غير حنا. ايوا خليكم معايا خوتي يلاه جينا نكمل السخونه على الكاريفور باقي نص ساعه ديال المكان ديال المعطين غنمشيو دابا نشوف شنو خاص حيت هنا كنجيب بطاطا وكنجيب شي حوايج اللي ضروري كتجيب هنايا. ايوا خليكم معايا غنشوفو لداخل شنو فيه. زيت واحد خنشة ديال البطاطا راه هنايا كدير 69 الكيلو 10 كيلو هانتوما هانتيا 10 كيلو هزي هزي جوج هانت كتبعد عينا الحال هزي جوج صافي. ومن كاريفور تاني كنجي كندي هاد البولصة ديال الماريسكوس اللي كانت ما وصلش 5 اورو دابا راه وصلوها 5 اورو اللي كندير ديك ما كنشارك معكم وكنديرها في الشوربات باش كناكلوها حيت انا ما كتعجبنيش الشوربه بلاها مع ماريسكوس. بسبيسه بسبيسه جبت لهم البارح الماكله ديالهم من بعد غادي نرجعو غادي نعطيهم ياكلو. صباح النور صباح الخير البنات كصبحتوا مزيانين هانيين ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ثاني يوم باش نكمل الفلوق ديالي ان شاء الله. غادي نمشي للتشينو دابا انا مع السرج من الباطيو كتبان الدار مظلمه لابسي حيت السفلي وهنا الباطيو مع كندير الكاميرا عكس الشمس وما كايناش الشمس راه كاين الضبابه داكشي باش كتبان الدار مظلمه. المهم انا غادي نمشي للتشينو دابا غنجيب واحد الجلده ديال هاد الكوكوت هادي اللي كانت تحرقات لي ديك النهار في النهار ديال الشهر نهار ديال العيد اللي مشينا خرجنا شوينا غادي نمشي نجيبها دابا حيت البارح جينا معطلين وغادي نمشي للفروتيريا نجيب داكشي اللي خاص باش ندير شويه ديال الكسكسو وغادي نجي ان شاء الله. خليكم معايا ما تمشيو فين. صبحت هنايا الضربه هذا النهار ولكن ماشي داك البرد اللي كاين ولبست الكسيوه هذه طويله كنت خيطت بزاف ديال الكساوي في المغرب طوالين باش كيسهلوا عليا بحال هكا كتجيني ساهله لبسهم ودرت معها ديك الجاكيطه ديال الجلد والصاك ديالها في اللون ديالها. ايوا الطريبيش باش نغطي راسي كيكون بعض المرات ما كنعجز نمشي طول عاد نصاوب ولا شي حاجه. ايوا مشيت للتشينو باش نمشي نجيب واحد الجلده ديال الكوكوت اللي كنت قلت لكم وكان خاصني الميتشيرو حتى هو كان تقاد ليا واخا راني شريت له باش كيعمروه الميتشيروس ولكن بيني وبينكم ما كيعمر حتى لعبه. المهم كما قلت لكم انا كندخل تشينو كنمشي للقنت اللي خاص نهز فيه الحاجه اللي خاصاني فقط ولكن بنت لي هذيك واحد اللعيبه ديال باش كيصاوبوا الكيكه عندي ثلاثه ديال الكيكات
ديك الليطان ديال الكيكات عندي مصدين شويه، ولكن قلت هذه المره غادي ندي السيليكون لان باش كتسهل علينا حتى داك يعني كتصدق لينا الكيكه وكتسهل علينا حتى الطياب. ولكن بيني وبينكم ما تبقاوش تحلوا عينكم بزاف، التينو راه كياكل الفلوس. هذا ديال الكيكه ديال السيليكون بخمسة اورو، كيف ما شفتوا معايا الفيديو جبت هاد الكومه هادي. دابا غادي نقطعها على حساب هاد الدوره ونغسلها، نغسلها بالصابون ونمشي نطيب بها. كدير اورو هادي، كدير الجلده هادي، كدير اورو جوج الميتشيرو. جبت هنايا جيكس بالصابون البيبيك، انا راه فيه الصابون جيكس بالصابون الفريتيريا. جبت هنايا خيزو، جبت المكور، جبت الدنجال كيدير اورو هذه مرة عاود كترخيص، جبت الدنجال عاود جبت بزاف هذه المرة باش كنديرو زعلوك الفران، جبت القرعة الخضراء باش نديرو نديرو الطعام. مطيشة ثلاثة اورو الكيلو. جبت الحوت، مشيت المركادونة جبت الحوت، جبت السردين وجوج الكابايا واحد النوع اخر ما عقلتش عليه. هاهو فيما تمشي تجيبو الحوت قولهم يغسل لكم ويحيدو لكم الراس، يحيدو ليه الراس ويغسلوه، مكيغسلوش شي غسل غير المهم كيحيدو ليه الراس وداك المصارن ديالو. كتنقصي شوية ديال التمر ما كيفاش مكيبقاش داكشي في الدار كيبقى يعطي الريحة. واخا غادي نزيد نغسلو ندير ليه شويه الخل. جبت شي الفلفله حتى هي 3 اورو الكيلو هذه المره، كانت كدير اورو دابا ولات 3 اورو، المهم الثمن طالع نازل على حسب السوق. البنجال عاود جبت بزاف، تقطع ليا الراس ديالو باقي جديد، قطع ليا الساك هذا النهار. جبت شويه ديال الخيار، القرعه حتى هي رخيصه جبتها باش نقليوها. وجبت شت ديال الليمون لان راه واخا هذه السخره ديال ميركادونا. بالنسبه لهذا هذا راه كما قلت لكم كاين في ميركادونا رخيص، كيدير شي يقل شي جوج شي حاجه، المهم فيه بزاف، راه فيه جوج، فيه جوج اربعة خمسة، فيه عشرة، فيه عشرة بالصابون ديالو كلشي. هذا راه جيكس، هانتوما جيكس بالصابون ديالو، شتي ساهل. دابا تمشي غير تتزكي غير شويه بالماء وغادي نحط بيه الكوكوت. الكوكوت راه غسلت هذيك النهار مزيان، غير بغيت ندير نتعطيها شويه ديال اللمعان وصافي. دابا غادي نمشي نجمع الدنيا وغادي نمشي ندير الكسكسو، وغادي نصاوب هذه باش نرد الكسكسو يطيب. خليكم معايا. هاي السخره ديال الكاريفور البارح اللي جبت، ما ساليتش البارح باش نرد المضغه. دابا بديت الكسكسو هو كيطيب هنايا، وغادي نكمل باش نرد الحاجه اللي نبغي كل حاجه المضغه. الكاريفور كاين شي حوايج اللي كنسخر منهم انا على قدر الثمن اللي كنقدر نخلص انا، يعني كل واحد والسطعه ديالك اللي كتعجبو. ميركادونا كيقول لك على حسب الكاليداد ولا حسب ما شنو. انا كندي من كاريفور، ندي ميركادونا، كل سوق وكندي منه. صراحه كنسخر منهم، كنسخر من كاريفور ميركادونا، وكنسخر من ديوك، كلهم حيت كل واحد وشنو كدي منه والثمن اللي كتلقى يقدر كل واحد يشري منه. صراحه كل واحد على كتجيبو صافي صراحه. المهم جبت هذا الخبز، هذا كنجيبو دائما بالمودي لحقاش الا ما كاينش صباح الخبز في الدار. هذه القضيه دائما انا عندي معتمده شحال من عام، هذا سنين وانا كندير الطريقه. الا ما صبحش الخبز كيديروا به هذا، كيفطروا به، كيديروا في الشوايه وكيفطروا به. ولا بعد ما هكذا كنت خارجه ولا من الغدا مازال ما طابش كيديروا بوكا افوكاديو، والله يعاون كيجيني انا ساهل. بغات ما نمشي نخرج، حيت بعض الناس كنعكز بنادم يمشي يخرج الكوب يجي الكوميت كنشري هذا بزاف وكنحطو في الدار كيسلكني هذا. بعض المرات انا تايب بنادم ما يخرج وما كاينش ما كاينش الخبز. المهم جبت بزاف، من هذا الخبز هذا. هذه كنشريها دائما، هذه في عوض السباغيتي اللي كنشري دائما. كنجيب غير هذه كياكلوها ليا، وطلعت من الاخرى في راس ديك الرقيوقه
باش كنجيب هذه، هذه لذيذه وواعره اللي كندير دائما اللي كنتشاركها معكم بالصلصه البيضاء يعني الكريم فريش. بجوج هادي كتبغيها بنتي، هادي تاع تحت هي، هادي كتبغيها بنتي كندير بها سلطه بارده مكرونه بجوج سلطه بارده مع الماجي مع مطيشه. هادو بجوج، هادو لاسانيا هما بجوج، الخبزه وباقي هنايا يعني. حتى هادي كندير بها بحالها بحالها بحال الكرا، هادو بجوج كندير بيهم الشطة بعدا، الخبزة وباقي جبت بزاف، اللي عندو الوليدات هذا هو الصراحة هذا الخبز اللي كيسلك بعض المرات اللي ما كيكونش صباح الخبز، هذاك هو اللي كنلقاو، العدس ضروري، القهوة اللي كتبغي تبغي نتي ديال القهوة ناتورال كتبغيها. الصباغه ديالي خلاص ما كنساهاش، هذا الشكلاط باش نفطروا على الصباح، والقطيطات ديالي خلاص ما كنساهمش، الماكله ديال القطيطات دائما كنجيب ليهم ديالهم، يعني ما كلتهم بحالنا بحال بحال كياكلوا حنا كياكلوا حتى هما. هذه الشعريه السوبر اللي كديرها بنتي كتبيها، جبت داك بابيل الفيلم ترونسبورتير اللي كنبغي نقول فيه بعض المرات شي حاجه الا شاطات بحال هكا فتحناها ولا شي حاجه كنديروها فيه. هذا هو هذا، التون التون هاد المره ما جبناش بزاف، هذه تاهي السوبا مجبناش بزاف هاد المرة التون، أنا معتمقوش باقي تال في شي شي صاكر، أنا جبت هادشي ديال التون كنفكو حتى ولادي كيبغيوه. الحوت ضروري الصراحة، المايس باش كنديرو بيه ديك السلطة اللي قلت لكم، هذا شامبو كنجيبو لولدي كيغسلو كيغسل بيه الشعر، هذا حنايا شامبو ديالنا اللي كنديرو حنايا ديال البصلة الحمرا، هذا هادو خلاص كما تنقولو حنا أواز لبنتي، هادي مايسين مايونيسا، وهذا دواء السنان، وهذا خلاص الطحين جبت بزاف ديال الطحين، راني حشيت شي وحدين حيدتهم من الطريق، جبت 20 كيلو بقيلي 6 أورو الكاخا، 6 أورو 10 كيلو يعني نقول شي 12 أورو، هاهي هاديك 12 أورو. وجبت هادو خلاص الشامبو الصابون خيل ديال الدوش، هذا باش كنغسلو به يدينا بعض المرات حيت حنا كنديرو فيه باش نغسلو به يدينا وباش يدوشو الدراري وصافي. هادي شي حاجة، هذا هذا اللي كتغسل المصارن ديال القطوط، هاد النوع هذا ها هو شتو، كتخلطيه مصنوع مصاوب من الربيع، كتخلطيه القطوط وباش كي حيت بعض المرات ملي كيخرجوا كيخرجوا لهاد الطراسه اللي حدايا هنايا وكيمشيو مباشره لذاك ديك الغرس اللي عند الجره ديالي ولا حتى ديالي، بعض المرات كياكلوه كيقول لك القطط الربيع كينظف لهم المعده ديالهم ديك الاكل اللي كيتعطى لهم هنايا، عرفتوا الاكل هنايا كيكون صناعي داك الشيء ماشي حيت هما مولفين كياكلوا الزنقه صراحه القطط راه مخلوقين لبرا. واش اليوم هذا باش كنبقى نخلطوه اليوم مع الماكله باش كتغسل لهم المصارن ديالهم، وهاد الطويطات الكاخا ديال البيض 24 هادي كنجبدها من كاريفور على حساب الوليد بداتها بنتي راه تعشات بها البارح، المهم نجمع هادشي هدا ورجع معاكم. الرملة ديال القط هدا جوج الكاريط، هاد المرة هادشي لي جبرت مجبرتش شي كاريط زوين في كاريفور حتى مطالون زادو فيه بزاف، وهدا دايزات صافي دوك اللوبيا داكشي اللي جامد راه درتو في الكونجيلاتور صافي، راه الكسكسو كيطيح
نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنساوش دعموا البلاك والاشتراك، لايك والاشتراك، لايك 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 اللي قلت واحد خيتنا، لايك 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 واشتراك والبارطاج باش دائما يوصلكم جديد ديالي ان شاء الله. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله على قناتي وقناتكم، قناه ليندا فاتي فلوك، احبكم في الله. السلام عليكم.